يا مساء الورد ويا مساء الخير ويا مساء الأجواء الباردة الحلوة. مخيني باردة؟ هين باردة؟ انت اول عرفني هين اليوم. انا اليوم طال عمركم في قرية بلد سيت وفي هذا الفندق المميز فندق السيزن ان، هذا طبعا المشروع الشبابي العماني الموجود في ولاية الرستاق في قرية بلد سيت والكوفي شوب المميز وقاعدة الشباب. بعدين بنرجع للشباب، بعدين بنرجع لهم، بس تعال بوريكم الإطلالة الرهيبة الجميلة. المكان هذا أنا جيت مرة، وهذه المرة اللي جيتها خلتني أي مرتين وثلاث وأربع وخمس وست. عينكم على الجمال، عينكم على الجمال، عينكم على الجمال. أبعد هذا الجمال جمال، يا الله يا قرية بلد سيت. طبعا هذا المنتجع الفندق عفوا الجميل، أن الإطلالات الغرف مطلة، يعني تقوم الصبح على هذا المنظر الجميل، الحين وقت الغروب على هذا المنظر الجميل. فنحن في بلد سيت. على فكرة إن شاء الله طيب أحط لكم رقم هذا الفندق، الناس اللي بيجون بلد سيت. جو بارد الحين، إحنا قاعدين بارد الجو، يا سلام منعش. الله يحفظكم، حياكم الله. وطبعا الدرون لما يكون في درون وفي إبداع وفي تصوير، في شخص اسمه حمد الشكيلي. منور يا الشكيلي. الله ينور عليك. أبا الأجواء الحلوة هذا توصل الناس عشان يعرفون عمان حتى في الصيف فيها أماكن حلوة. شيخ خليفة. هلا الشيخ حمد. ما شاء الله تبارك الله. المرة الجاية بصير العمرة عندك. بإذن الله سبحانه. هي نعم. تعرف أنت زين تمشي ويكون عندك شيخ يقرأ ويحافظ أدعية. أنا زكي أنفسنا. بارك الله فيك. بارك. حي الله بالأخ سعيد الخروصي. كيف حالك؟ الله يعطيك الصحة والعافية. سعيدين إن اليوم شفناك. عزيز وغالي. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أباك تخبر المتابعين بكل صراحة، كيف الجو؟ جميل. الهواء بارد. رائع بارد. ومنعش ندعوهم لزيارة بلد سيت. شوفوا قد يكون في النهار جو حار. لكن يوم أتكلم أنا أتكلم الحين من الساعة 5 حب الهبوب. يوري الهبوب. شوف الهبوب هبوب 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 براد. وأتوقع أن حتى الصبح إلى الساعة 10 بعد الجو حلو. ففترة العصرية أنت يكفيك أنك قاعد العصر وقاعد بالليل وما في رطوبة، ما في رطوبة، صار رطوبة هنا، هنا ما في رطوبة، هنا في جو. يا ربي البراء، إنها بلد سيت. شوفوا الفندق الحين إحنا نزلنا، وهذا نزل أيضا ضيافة أخرى، وإحنا الحين رايحين نتمشى، بننزل على هالأجواء الحلوة، رايحين نتمشى هناك وسط البساتين. بس اليوم قررت إني أمشي بريولي الحين. ابن حبيب كيف حالك؟ الحمد لله طيب. من هين أنت؟ بلد سيت. تعال خبرك شيء. أيوه. تعال. بنسوي سباق أنا وأنت، من بيفوز؟ هاي يعني على المشي ولا كيف؟ ركض. شيل التليفون في ها؟ الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. قالنا الأخمازن الحضرمي قال في نزل تراثية أهلية. نعم. صحيح؟ أهلية نعم. يعني بيت قديم حولتوه إلى نزل تراثية. إلى نزل تراثي. لا بنشوفه. والتجربة فيها تجربة محلية. تجربة محلية كذلك. أكل من البيوت. حتى الأكل من البيوت. نعم. بعد. المزارع للمنظر داخل البلاد. لا لا تخبرهم. تعالوا نتشوف النزل التراثية هذه. منظر الجبال وبين البيوت. المشروع اسمه محلي. ها؟ نعم. لأن كل شيء فيه محلي. تجربة محلية. وتجربة محلية. وهذه هي النزل التراثية مرخصة؟ نعم. مرخصة بسم الله. هذا الرقم احفظوه ها؟ 9922244 6 بسم الله. ما شاء الله. شوفوا هني هذا المطبخ ها؟ شوفوا انتم فعلا كل شيء محلي ها؟ شوفوا هني؟ الله هذا الغرف. يا سلام. تعالوا بصدمكم بالإطلالة. الله 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 على الإطلالة، على المزارع، وهني القعدة. يا ما شيء أحسن من كذا. الوجبات والريوق والعشاء كل شيء محلي. نعم محلي، أكل محلي. أنا بنوريكم الغرف. افتح لي غرفة واحدة. هذه غرفة من الغرف. الله الله يا سلام. في الارض يعني ما في اساس. هذا الغاوي ويوم الصبح بطل الدريشه. بطل الدريشه وعندك المنظر. اقول لك نعم. والريوق عباره عن ايش؟ الريوق ورا العسل. يالله ارقد هني انا اليوم. هني انا برقد. يالله تعال بوريكم منظر النوم هني. الله تشوف انت تشوف هين توطي راسك
على منظر الاشجار هني توطى راسك. يا سلام انا ما باخوز من هني اليوم خلاص. ايش اسمك انت؟ من من قبيلتك؟ والنعم شيء راحة احسن من هالراحة يا جماعة. يا الله شوف انا امشي وين، امشي بين المزارع، المزارع اللي كنا نصورها من فوق هذه هي البيوت والمزارع، احنا الان في بطن المزارع وعند البيوت اللي كنا مصوريلكم ياها من فوق. جميلة بتسيت، جميلة هذه البلد بكل تفاصيلها، والجميل انهم ايضا عملوا من الصارو يتوقع، او هذا طبعا هذا ميوب من خارج الولاية، عملوا الممرات كلها بحيث ان السواح يقدروا يتمشوا والفلج يمر الساقية من بين هذا البيوت. وهذا الريوق العماني، الريوق المميز اللي في هذا النزل التراثية، كل شيء شغل بيت، كل شيء ها عرفتوها، الجولة والقروص، وهني طبعا أيضا للأجانب إذا حبوا أيضا شيء معروف، وكل الأشياء الثانية موجودة. ولكن هني العماني، هني العماني، هني الشغل العدل، هني الدنيو، أنا بعرف هني هيش. يا الله هذا خبز مع سمن ها، يا الله لا 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 لا. وين شوفوا الأجواء، 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 وشامخ يا علمنا. الآن الاسم اللي يجي تحت آخر شيء هو اللي فايز بتذكرة سفر لشخصين مع الإقامة ومع كل شيء من بيت العطلات إلى العمرة، وإن شاء الله طبعا بيكون بعد موسم الحج. ومبروك لي عبد الله محمد الحربي من رأس الحد، مبروك يا الحربي، ألف ألف مبروك، تذكرة عمرة لشخصين مع الإقامة ومع الاستقبال ومع تذاكر السفر، ألف ألف مبروك. مبروك.